أنا، والسؤال ده مهم جدا. لو جه اثبت أنا، هما اتنين في كتاب المدرسة مفيش غيرهم في النماذج، يا يجي السؤال ده يا يجي السؤال اللي أنا هكتبه في المراجعة التانية إن شاء الله. اثبت أن الجذر التكعيبي ال 128 زائد الجذر التكعيبي ال 16 ناقص الجذر التكعيبي ال 54، عايزة المقدار ده كله الطرف اليمين يساوي صفر. ازاي اثبت ان الطرف اليمين يساوي صفر؟ طبعا تشوفوا الجذر التكعيبي بتزعلوا، لاني للاسف الاله مش بتحله لكم. انا شرحت قبل كده طريقتين ازاي احل بيهم الجذر التكعيبي في فيديو على الجذور التكعيبيه، اللي مش فاكر يراجع الفيديو ده. ازاي نجيب عددين حاصل ضربهم 128؟ يا اما ان انا اجرب بالاله، يا اما ابسط طريقه ان انا احلل، وده كنت شرحها المره اللي فاتت في الجذور التكعيبيه. طيب انا سامعاكم بتقولوا لي الاسهل ان انا اجرب بالاله، هفكر ان انا اقسم 128 على 2 مثلا، يعني هتطلع 64 في 2. تمام، طب ما ال 64 ليها جذر تكعيبي، برافو يا ميس. طب وال 16؟ ايه سامعاكم بتقولوا 2 في 8 حلو، وال 8 ليها جذر. طب وال 54؟ 27 في 2 وال 27 ليها جذر. شفتوا العمليه سهله ازاي؟ طب يلا بينا نكتب الكلام اللي احنا قلناه بسرعه ده. يلا بينا، ال 128 64 في 2، وال 64 ليها جذر تكعيبي، برافو يا ولاد. طب وال 16؟ 2 في 8 وال 8 ليها جذر تكعيبي. طب وال 54؟ 27 في 2 وال 27 ليها جذر تكعيبي. بصوا يا ولاد، مين اللي هتطلع من تحت الجذر؟ اكيد ال 64 جذرها التكعيبي 4، واللي هتفضل تحت الجذر الاثنين. طيب يلا بينا، يبقى ال 64 بقت عباره عن 4 الجذر التكعيبي الاثنين. طب والمقدار الثاني؟ ال 8 طلعت ب 2 جذرها التكعيبي 2، وتفضل تحت الجذر بقت 2 الجذر التكعيبي ل 2. طب وال 27 طلعت ب 3 بس مضروبه بره فوق في 2، بقت 2 في 3 وتبقى تحت الجذر الجذر التكعيبي ل 2. ال 4 جذر 2 يا اولاد هتفضل زي ما هي، و2 جذر التكعيبي ل 2 هتفضل زي ما هي. نضرب بس 2 في 3، اوكي. كل المقدار ده الاول انا عايزاه يساوي كام؟ عايزاه يساوي صفر. يلا بينا نكتب، ال 4 جذر التكعيبي ل 2 فضلت زي ما هي، 2 الجذر التكعيبي ل 2 فضل زي ما هي، ضربت 2 في 3 بقوا 6 الجذر التكعيبي ل 2. الحكايه كده بقت واضحه وسهله ولذيذه قوي. ليه يا ميس؟ لان ال 4 زائد 2 4 الجذر التكعيبي ل 2 زائد 2 الجذر التكعيبي ل 2 بيدوني موجب 6. مركزين؟ موجب 6 الجذر التكعيبي ل 2، وانا معايا سالب 6 الجذر التكعيبي ل 2. الله، ده عدد موجب ومعكوسه سالب، ها؟ كل دول ايه؟ طبيعي ان هم هيساوي صفر. تمام، اوجد في ح مجموعه الحل لكل المعادلات المتباينات الاتيه. حل المتباينه يا ولاد، تعالوا نشوف متباينه. س ناقص 5 اصغر من 2 س زائد 4 اصغر من او تساوي س زائد 3. ايه من السنه ده؟ المتباينه دي مكونه من 3 اطراف وبينهم علامات التباين. طب يا ولاد هحل المتباينه دي ازاي؟ بص يا بس، ان احنا اول حاجه نفكر نتخلص من السينات اللي على الطرفين دي. ليه؟ لان انا عايزه سين تقعد لوحدها في النص وابقى اجيب قيمتها على مين كده. طيب الله، ده في على الطرف اليمين سين وفي على الطرف الشمال سين، هتتخلصي منهم ازاي يا ميس؟ هتخلص منهم، السين دي عدد موجب، هقول باضافه المعكوس الجمعي الواحد سين هيبقى سالب سين، سالب واحد سين. طب تعالوا نشوف هنعمل ازاي. يعني س ناقص 5 هضيف لها سالب س، و2 س زائد 4 هضيف لها سالب س، وس زائد 3 هضيف لها سالب س. هدفي ان انا اتخلص من السين اللي على الطرف عشان س تقعد لي لوحدها في النص، اهو باضافه سالب س للاطراف الثلاثه. هتبقى س ناقص 5 ضفت لها سالب س، 2 س زائد 4 ضفت لها سالب س، وس زائد 3 هي كمان ضفت لها سالب س. طب ملاحظين حاجة حبايبي؟ ملاحظين إن موجب س هيروح مع سالب س يا ميس سناء. حلو جدا، و2 س هتشيلي منهم س هتتبقى س، وده هدفي اللي أنا أوصل له. والطرف الثالث موجب س زائد 3 وسالب س، ألاقي موجب س راحت مع سالب س. وتعالوا نشوف نكتب إيه اللي هيتفضل. هيتفضل زي ما أنا قلت لكم، موجب س راحت مع سالب س اتبقت سالب 5، وفي النص 2 س شلت منهم 1 س اتبقى س زائد 4. طب والطرف الايسر؟ س موجب وس سالب راحوا مع بعض واتبقت لي 3. خلصت المتباينه؟ لا ما خلصتش حبايبي، لان احنا هدفنا ان س تقعد لوحدها. طب ما س يا ميس جنبها موجب 4،
طب يلا نتخلص ازاي من موجب أربعة حبايبي؟ عشان اتخلص من موجب أربعة أضيف لها المعكوس الجمعي اللي هو سالب أربعة. يعني انت هتضيفي سالب أربعة بس في النص؟ لا، للأطراف الثلاثة. يعني سالب خمسة أضيف لها سالب أربعة، وسين زائد أربعة هضيف لها أيضا سالب أربعة، وتلاتة هضيف لها سالب أربعة. طيب تمام، يبقى بإضافة سالب أربعة للأطراف الثلاثة، سالب خمسة زي ما أنا قلت لكم هضفت لها سالب أربعة، وسين زائد أربعة ضفت لها سالب أربعة، والتلاتة ضفت لها سالب أربعة. جمعوا معايا يا حبايبي، سالب خمسة وسالب أربعة هيبقوا سالب تسعة. طب وفي النص موجب أربعة وسالب أربعة راحوا مع بعض يا ميس سناء، برافو، سين هتقعد لوحدها. يبقى سالب خمسة وسالب أربعة وظهرت على الشاشة سالب تسعة، وسين قعدت لوحدها في النص لأن موجب أربعة وسالب أربعة راحوا مع بعض، وتلاتة ناقص أربعة يديني سالب واحد. مجموعة حل المتباينة في حاه يا أولاد اوعوا تنسوا، مجموعة الحل عليها درجة كاملة، عبارة عن فترة، والفترة هنا إيه يا أولاد؟ سالب تسعة أصغر من سين، يبقى سالب تسعة لا تنتمي للفترة، يبقى سالب تسعة خلوها مفتوحة، وسين أصغر من أو تساوي سالب واحد، يبقى سالب واحد بينتمي للفترة، يبقى سالب واحد مقفول. يبقى مجموعة الحل سالب تسعة مفتوحة وسالب واحد مقفول. وناخد مثال، وتقريبا ده المثال الأخير، أوجد المساحة الكلية لمكعب حجمه 125 سنتيمتر مكعب. أنا لما اديتكم شرحت لكم التطبيقات راجعت كل القوانين، قلت لكم دايما في المكعب ده بالذات أنا بديكم معلومة واحدة، والمعلومة دي أنتوا توصلوا منها لطول الحرف، أنا مدياكم الحجم، المسألة ما فيهاش أي أرقام غير حجم المكعب. من حجم المكعب نقدر نوصل لطول الحرف؟ اه تمام، اقدر اوصل. ازاي؟ احط الحجم تحت الجذر التكعيبي زي ما انتم شفتوا ظهر على الشاشه، طول الحرف الجذر التكعيبي للحجم، يعني الجذر التكعيبي ال 125 يا ميس سناء. طيب طول الحرف هيساوي الجذر التكعيبي ال 125، كلكم سامعاكم بتقولوا لي 5، بقى طول الحرف 5. واحد سامعاه بيقول لي بس احنا مش عايزين طول الحرف، احنا عايزين المساحه الكليه. تمام يا حبيبي، ما احنا عشان نجيب المساحه الكليه لازم اجيب طول الحرف الاول. ركزوا يا اولاد، طول الحرف مهم جدا للمكعب عشان تجيب بيه اي معلومه تانية. طب انا جبت طول الحرف 5، فاكرين القانون بتاع المساحه الكليه؟ اه فاكرينه، يلا حد يفكرني بيه. ها، مساحه الوجه في 6، يعني لام اس 2 في 6 او 6 لام اس 2. لام اللي هي ايه يا ميس سناء؟ لام اللي هي طول الحرف. يبقى 6 في 5 اس 2 هيديني 150 سنتيمتر مربع. وبكده يا اولاد ابقى خلصت معاكم المراجعه، والى اللقاء في مراجعه جديده، انتظروني والى اللقاء.